استاذ ابراهيم، معلش اطلب منك طلب. طبعا هلا الكاميرا الخفيه كل الناس شافتها وكلها مواقف طريفه، بس بدي تحكي لي اطرف موقف صار معك ما شفناه على التلفزيون. اطرف موقف ما شفتوهوش. يعني شغله هيك صارت معك انه حتى انت مثلا انه لخبطتك وانت عم تشتغل؟ ده في ست من ضمن المواقف الصعبه، كان في حلقه في زكاه زكريا بقى، محل وبتاع حاجات كده بتاع لبس ومش عارف ايه وبتاع، والمشهد بيجي في لحظه بقى، بخش المحل بضرب قله وبطرد تقاوي، بقول له اخرج بره اخرج بره، قله ادب، خدت حكم المحكمه، اوه، وده داخل مش عارف ايه. فتقاوي ده بيخرج مهزوم، يمشي يخرج بره، وبقول للناس يلا اتفضلوا بره بره بره. فالست كانت دفعت فلوس على الكاشه، بتقول لي بره ايه؟ بره ايه 63 جنيه؟ 63 جنيه بتوعي؟ قلت لها حضرتك خدتي، انا خدت منك حاجه؟ لا دفعتهم هنا 63 جنيه. ايه ده؟ قلت لها حضرتك انا خدتهم؟ لا يا اختي بتنصبي دي، ما خدتهمش، هم اللي خدوهم، هاتيهم. حضرتك دلوقتي انت دفعت الفلوس قبل القلة ولا بعد القلة؟ ايه ده؟ قبل القلة؟ قلت لها قبل ما اكسر، قبل ما اكسر القلة ولا بعد ما كسرت القلة؟ يا اختي قبل ولا بعد؟ قبل القلة. دفعت الفلوس قبل القلة. قلت لها طيب حضرتك عايزه مني ايه؟ ما دام قبل القلة تبقى عندي التقاوي. قلت لها لا اعرف تقاوي ولا اعرف، اتفضلي بره بره. مسكاني حلق لابساه قد كده، وزنه 17 كيلو، مربوط بحبل، رطبت باره، وترجف ودنها، انا شايفه شايفها قويه قوي وايديها قويه، رجتني. قلت طب اترج معاها عشان اسيبها تعمل كده؟ قلت هتجيب الفلوس ولا لا؟ وانا اروح واجي في ايدها 63 جنيه، 63 جنيه على اخر نفس. يا لهوي. قلت لها مش هديكي، عايز انهي الموقف، مش هديكي، انا ماليش دعوه، 63 جنيه. وراحت بدماغها، انا عملت كده، راحت جش عدت، بس عدت طبعا قسما بالله كان ايد كلاي عدت من جنبي، طياره عدت. قلت يا نهار اسود، وراحت واخداني واخداني على الارض. خلص الموضوع، قلت لها احنا بنمثل. مثل ايه؟ انا بهزر مع ولا الدموع، انا بهزر مع حضرتك. تهزر ده ايه؟ حضرتك ادي المناخير اهي بخلع، تخلعي ايه؟ 63 جنيه. ادي السنان اهي، سنان ايه؟ 63 جنيه. قلت لها انا راجل اهو، بقلع بقلع حاجه، راجل ايه؟ 63 جنيه سودا. طب اعمل لها ايه دي؟ في الاخر لما فاقت، لما فاقت قلت لها تزيع ولا ما تزيعش؟ قالت 63 جنيه وزيع. حاجه تحفه طبعا، ده اتذاع، ده طبعا مصر كلها وكل البلاد العربيه اللي زرتها يقولوا لي شفت ابتديت تهوي انت، وانا بقيت ميه.